السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا البرنامج المبارك. ونحن هذه الأيام المعظمة قد ودعنا شهر رمضان الأبرك، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام، ويتقبل منا ومنكم الصلاة والقيام وتلاوة القرآن وختم كتابه العزيز. وموضوعنا لحلقة هذا اليوم هو التذكير بفضل صيام 6 أيام من شوال. فكما تعلمون جميعا إن مواسم الخير ومواسم الطاعات تتوالى على المؤمنين والمؤمنات. ربنا سبحانه وتعالى جعل من حكمة شريعته السامية أن هناك مواسم للخير ومواسم للطاعات دائما تتوالى ودائما تتعدد، وذلك ليتابع الناس أعمال البر وأعمال الخير وأعمال الصلاح والفلاح. وستة أيام من شوال هي تلي رمضان، فالصوم هو من القربات ومن الطاعات التي تطهر القلوب وتهذب النفوس. الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والمدن، ومنافعه كثيرة لا تعد ولا تحصى. وربنا عز وجل حينما فرض علينا الصيام رمضان دعانا لكي نتبعه بستة أيام من شوال، لأن فيها خيرا عظيم وفيها ثواب جزيل، والعبد المؤمن هو الذي يغتنم هذه الفرص ويبقى طيلة حياته يتقلب من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى أخرى حتى يلقى ربه وهو عنه راض. المؤمن هدفه رضا الرحمن، والرحمن وعده بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ونحن هذه الأيام بعد أن أتممنا صيام رمضان مأمورين بالصيام 6 من شوال التي هي سنة نبوية حميدة. كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحث عليها، وكان يواظب عليها ويأمر صحابته بأن يؤدوها. ففي الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان له كصيام الدهر. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة، ومن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وإنما كانت صيام 6 أيام من شوال مع رمضان كصيام الدهر لأن الحسنة 10 أمثالها، فرمضان 10 أشهر والسنة 6 أشهر بشهرين، والمجموع هو 12 شهرا. فمن صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان له كصيام الدهر بكامله. صيام شوال جاء بعد رمضان، ونحن كنا نعلم أنه حتى قبل رمضان أمرنا بصيام شعبان قبل رمضان، فلماذا نصوم
قبل رمضان وبعد رمضان، هذا كصلاة السنن الرواتب. فهناك في الصلاة المفروضة هناك رواتب قبلها ورواتب بعدها. فحينما نصلي الظهر مثلا نصلي ركعات قبل الفريضة وركعات بعد الفريضة، وهكذا هذه السنن من شأنها أنها تكمل ما يحصل في الفرض من خلل أو نقص. فالفرائض تكتمل بالنوافل. والكثير منا ربما صام رمضان ووقع له خلل أو نقص فيحتاج إلى ما يجبر هذا الخلل، فهنا جاءت 6 أيام من شوال. وسبحان الله العظيم، الموفق هو من وفقه الله تعالى للصيام، لأن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان. كان السلف الصالح يقولوا ما هي العلامة على أن الصيام صحيح في رمضان ومقبول عند الله تعالى؟ أول علامة أن الله تعالى يوفقك لصيام 6 أيام شوال بعد رمضان، لأن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده. فكما يقول بعض العلماء ثواب الحسنة الحسنة بعدها. لذا شي عمل صالح باش كنعرفوا العمل الصالح ديالك مقبول، إما صدقة وإما صيام وإما أي عمل، كنعرفوا بأنه مقبول إذا وفقك الله تعالى لكي تواصل العمل الصالح بعده. الاستمرار في العمل الصالح بعده دليل على قبول عملك الأول. فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى. كما أن من عمل سيئة ثم أتبعها بسيئة بعدها دليل رد الحسنة كلها وعدم قبولها والعياذ بالله. فالصائم لرمضان يوفى أجره يوم الفطر، ويوم الفطر هو من الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة. فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من جميع العبادات حتى في القيام، كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه. فتقول له أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فالعبد الذي يقوم بصيام رمضان ثم يواظب على 6 أيام من شوال دليل على قبول عمله ودليل على أنه شاكر لله. الله تعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن جملة الشكر هو توفيق العبد لصيام هذه الأيام المعظمة. وقد كان بعد السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائما، ويجعل صيامه شكرا للتوفيق للقيام. لهذا أيها الأحباب الكرام نوصي أنفسنا جميعا بأن نقوي من رابطتنا وأن نسعى جميعا للصيام هذه الأيام المعظمة. هناك من بدأ في صيامها الحمد لله الله متقبل، وهناك من شرع اليوم، وهناك من شرع البارحة، وهناك من ينتظر حتى يستريح، فكل خير بإذن الله. لكن يستحب الإسراع بها. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا فيها دعوة للمسارعة، دعوة للمسابقة إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هذه الآية يستنبط العلماء وجوب المسارعة في الخيرات، دائما نسرع لا نؤخر، كما يقول الله تعالى أيضا في سورة أخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
فنحن جميعا مأمورين بالمسابقة والمسارعة إلى فعل الخيرات وفعل المكرمات، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي. بعض الناس يفكر ويتساءل، هل يمكن أن أصوم هذه الست من أيام من شوال هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي بعده؟ كل جائز، طيلة رمضان طيلة شوال جائز، أي أسبوع تبدأ فيه جائز، لكن كلما أسرعت كان أفضل، كان أفضل، لأن السنة أن نسرع. ويتساءل البعض الآخر يقول، هل يجوز أن نقوم بصيامها مفرقة؟ هل يجوز تفريقها في شهر شوال كاملا ولا يلزم التتابع فيها؟ نعم يجوز ذلك، ممكن نصوم يوم ونستريح يوم، أو يمكن أن نصوم الأيام البيض، أو يمكن أن نصوم الاثنين والخميس، المهم طيلة شهر شوال، ولا يلزم التتابع أن يكون هناك متتابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر تتابعا ولا تفريقا، حيث قال صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. يستفاد منها أنك تصومها أيما شئت، المهم أن تكون داخل شهر رمضان، شهر شوال. كذلك سؤال آخر يطرحه بعض الناس، من شرع فيها ثم لم يستطع أن يتمها، شعر بتعبين أو مرضين أو حرجين، يلا بدأ يومين ثلاثة أيام أربع أيام خمس أيام ولم يستكمل ستة أيام من شوال، فهنا العلماء والفقهاء يفتون بأنه لا يلزم إتمام الست من شوال، فمن استطاع الإتمام فقد أحسن، ومن لم يستطع فلا حرج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الصائم المتطوع هو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فأنت حر. والأولى هو أن الإنسان يقوم بإتمامها، يبرمج نفسه حتى يأخذ الأجر والثواب، والأجر والثواب عظيم، كان له كصيام الدهر. لكن السؤال مطروح دائما عند الكثير من الناس وخصوصا النساء، وهو من عليه قضاء رمضان؟ هناك نساء عندهم أعذار وأفطرنا بعض الأيام من رمضان، كالنساء التي عندهن دم الحيض، أو المرأة المرضعة، أو المرأة النفساء، أو المرأة الحامل، أو الشيخ الهرم، أو المسافر، أو أي مريض أفطر بعض الأيام، هل يجوز له أن يصوم ست أيام من شوال ويؤخر قضاء ما عليه من رمضان أم لا؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، من نقدم؟ هل نقدم ست من أيام شوال أم نؤدي الديون التي علينا في رمضان؟ الفئة الأولى من العلماء قالوا بأن فضيلة صيام الست من شوال لا تحصل إلا لمن قضى ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر، فالنبي الكريم يقول، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان له كصيام الدهر، فالذي عنده عذر ولم يصوم بعض الأيام إما لمرض أو لحائض أو لولادة أو غيرها، فإنما لا يسمى صائما، عليه أولا أن يتم صيام رمضان بالكامل، فيتحقق وصف الصيام لمن أكمل العدة. قول آخر يقول، إن فضيلة صيام الست من شوال تحصل لمن صامها قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان التي أفطرها لعذر، لأن من أفطر أيام من رمضان لعذر يصدق عليه أنه صام رمضان، فصيام ست أيام من شوال يجوز قبل القضاء ديال الأيام اللي هي في الذمة ديال الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى جعل الدين ديال رمضان يبقى طول السنة، طول السنة، قال فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، فربنا عز وجل وسع في القضاء ديال رمضان. أما صيام ست من شوال فهي فضيلة تختص فقط بشهر شوال، فإذا فات شوال فاتت فضيلته،
فلهذا العلماء يقولوا الأفضل أن اللي عنده ديون يؤديها هي الأولى ثم يبدأ بالصيام 6 من أيام شوال يحافظ على الترتيب هكذا، إلا إذا تعذر عليه وشعر بالتعب وشعر بالمشقة فلا حرج عليه يبدأ بست أيام ديال شوال يأخذ الفضل ديالها، والأيام ديال الدين كتبقى العام كله. ربي عز وجل وسع فقال فعدة من أيام أخرى. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، ونفتح خطوطنا الهاتفية لكي نتواصل ولكي نتحدث عن ظروف الناس ومشاكل الناس وهموم الناس خلال هذه الأيام التي نمر فيها بظروف استثنائية. كيف نقوي إيماننا ونقوي عزيمتنا ونقوي شكيمتنا ونحافظ على الدين ونحافظ على الدنيا وتستمر الحياة في زمن الكورونا؟ نذكر بأرقامنا الهاتفية لمن أراد أن يتواصل. أرقامنا كالعادة 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52، أو الرقم الهاتفي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونواصل أيها الأحباب الكرام هذا اللقاء المبارك، ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم. ونطلب من السيدة أم محمد من ضواحي إقليم أسفي اللي عندها واحد المشكل كبير وتطلب المساعدة. راه كنت وصل معك للا وكنلقاو التليفون ديالك غير شغال أو خارج تغطية، فالمرجو منك للا أم محمد من ضواحي إقليم أسفي توصلي معنا من جديد، وإن شاء الله على قبل الوالدة ديالك اللي هي محاصرة في مراكش وهي مريضة وضعيفة ومحتاجة للمساعدة. فنحن كلنا أذان صاغية وقلوب واعية في انتظار مكالمتك من جديد. شكرا لك يا أم محمد. ونتحول إلى إقليم تارودانت ومعنا سيدي محمد. السلام عليكم. وعمي الحاج حياك الله سيدي محمد. وكي دار بخيرين صحبي خير. الله يبارك مولاي. أمور مزيانة أعزك الله خويا حفظك الله. واش مبروكات يا عمي الحاج؟ الله يبارك فيكم سيدي. الله يبارك فيك. على الحاج ميلو تسلم عليك وسي هشام راه كيسلموا عليك بزاف. الله أكبر. ناس طيبين ناس الأخيار. لكن أنت بخير الوالدة بخير والخوت. ولله الحمد. الله يبارك فيكم سيدي. الله يبارك فيك. الحمد لله راجل كل شيء بخير. الحاج مسلم ولله الحمد أخويا حفظك الله وراحك. الحمد لله يا عمي الحاج. على الحاج مسلم الحمد لله ديما تنصنتوا لكم وديما الحمد لله تنستفدوا منكم. الله يختيكم عنا دي عمي الحاج. كيفاش مر هاد الأجواء دي العيد سعيد؟ بخير الحمد لله دي عمي الحاج. المهم الإنسان راه كاين في دارو والباب الأخرى باش تناهم في أحباب دار ورجعنا للدار عمي الحاج. لا إله إلا الله خويا. الله يفرج على الجميع. مازال ملتزمين بالحضر الحضر الصحي مع العائلة ومع الأحباب؟ إيه داكشي اللي كان عمي الحاج كلشي الحمد لله الساعه ملتزم. يا ربي يا كريم. الله يبارك هذاك الدري الصغير اللي كان ديك المره عندك ديما تيقول لي دور لعمي الحاج نهضروا معاه. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. قال لك باه هضر معاك. انا هذا مع عمي الحاج. قول لي عمي الحاج السلام عليكم حفظك الله ولدي. خبارك؟ الله يبارك فيك ولدي. قول لي كيداير بخير؟ أكيدين تعرفين. الحمد لله. أعزكم الله ودي الله يحفظكم ويبارك فيك. قولي دعي معنا. أنا دعي معنا. يا رب يا كريم الله يصلحك. الله ينبتك نبتا حسنا. أسأل الله تعالى أن ينبتك نبتا حسنا ويحفظك ويرعاك ويكلأك بعنايته ورعايته. آمين آمين الحاج. درك بالنسبة لعمي الحاج هذا الأيام ديال شوال اللي بيصوم ولكن دابا الحمد لله عندنا هنا سخونة لوق. اليامات كاع لوق سخونة. اي الحراره مفرطه ما شاء الله مفرطه اللي ما شاء الله. واش الا حتى تبرد الوقت ولا يسمى في هذا الشهر ولا غادي ان شاء الله يا ربي. الله يوفق الجميع. الله يوفق الجميع للصيام. شكرا لك يا سيدي محمد من تارودانت. وهذه الحراره المفرطه راهي رحمه. راه تبين علميا بان الفيروس ديال كورونا من الامور التي تقضي عليه هي الحراره المفرطه، فهو لا يعيش إلا في البرودة. أما إذا كانت الحالة الحرارية مفرطة جدا فإنه يموت أو على الأقل يضعف تأثيره. فلما نرى الحرارة المفرطة نحمد ربي ونشكره عليها.
راه خير عظيم. ثم إن الصيام في هذه الأيام راه نعمة. نحن لما نصوم شهر رمضان في 4 أسابيع ونضيف الأسبوع الخامس، رتبت علميا بأن هناك خلايا سرطانية تموت في الجسم البشري، هناك خلايا سرطانية لا يقتلها إلا الجوع والعطش، هي تنشط في ضوء النهار وتتغذى على ما يتغذى عليه الجسم، ولا تموت إلا بالجوع والعطش، الجوع والعطش هو دواءها فقط. لهذا ربنا سبحانه وتعالى الحكيم الذي خلق هذا البشر أمرنا بالصيام. وحقيقة الصيام ظاهريا هي جوع وعطش شديد، كل ما جوعتي الجسم ديالك وعطشتي الجسم ديالك عندك الظن بأنك فيه ضرر، لا، فيه خير عظيم. ويكفي أن الخلايا السرطانية التي في أجسامنا تبدأ تحترق وتزول تدريجيا، وحينما تستكمل 6 أيام من شوال تكون قد صرت سليما، ويتخلص الجسم من جميع التعفنات ومن جميع المؤثرات السلبية، وتبدأ نشاطا جديدا، تجدد الأنسجة وكل مكونات الجسد، الدم وكل شيء يتجدد ويصبح أكثر فعالية، ونبدأ حياة أخرى بصحة وعافية جيدة. فعلى الرغم من الحرارة المفرطة، أدعو أحبابي الكرام أننا نستثمر فترة الحظر الصحي، نحن نلزم بيوتنا ولا نعمل إلا قليلا، فعلى الأقل نكثر من العبادة والطاعة، لعل من بين الحكم التي ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا هذه الظرفية الصعبة أننا على الأقل نبقى معتكفين. أرجوكم لا تسموا هذه الأيام الحجر الصحي، سموها فترة اعتكاف حتى يكون فيها الأجر والثواب مضاعفا. نحن الآن معتكفين في بيوتنا، ونحن الآن نملأ وقت فراغنا في الطاعة وفي الإيمان، ونملأه في تلاوة القرآن، ونملأه في التفقه في الدين، ونملأه بمجالسة العائلة والأولاد، هذا كله خير عظيم. ونعتكف سلوك اعتكاف وننتظر الفرج من عند الرحمن، وحينما تأمرنا السلطات المحلية برفع الحظر الصحي أنذاك جميعا سوف ننطلق من أجل أن نعمل ومن أجل أن نساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. وكنطمن الأحباب الكرام كون أن فترة الحجر الصحي مهما طالت فإنها تكلف الكثير، يكفي أن السيد وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة يقول لك بأن يوم واحد من أيام الحجر الصحي يكلف المغرب 1 مليار درهم، هذه خسارة عظيمة. هناك شركات متوقفة، هناك مصانع متوقفة، هناك عدة مؤسسات استثمارية متوقفة لا تنتج أي شيء إلا القليل، وطبعا ما فيش ضرائب تجنيها الدولة، ومن ثم فين هناك نقصان في التنمية. لكن نحن نؤمن في العقيدة الإسلامية بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيدي الرزق. إن شاء ربنا عز وجل في فترة وجيزة استعدنا كل ما ضاع لنا من خيرات، إذا شاء ربك سبحانه وتعالى رزقك رزقا وفيرا عظيما، لأن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. الله تعالى اسمه الرزاق، واسمه الفتاح، واسمه الجواد، وإذا أعطاك أدهشك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بكرمه، ويجود علينا بجوده، ويحفظنا وإياكم من كل سوء، اللهم أمين يا ربي يا كريم. الحمد لله الذي من علينا بصيام رمضان، الحمد لله الذي من علينا بقيام لياليه، والحمد لله الذي من علينا بختم القرآن، والحمد لله الذي من علينا بالفطر السعيد، ومن علينا بإخراج زكاة الفطر. هذه كلها رحمات وهذه كلها مكرمات، ونحن الآن علينا أن نواصل أيها الأحباب الكرام، نواصل المزيد من العبادة والطاعة. فالمؤمن لا يكاد يتوقف أبدا عن العبادة وعن الطاعة. البعض كان يقرأ القرآن في رمضان، وحينما ولى رمضان ظن بأنه لم يعد هناك داعي لتلاوة القرآن،
هذا خطأ في الفهم. القرآن الكريم ينبغي أن نتعاهده في كل وقت وحين. إذا كنا في رمضان نتلو كلام الله تعالى ونحرص على ختمات متعددة، فعلى الأقل في هذا الشهر الفضيل شوال لنبدأ بتفسير القرآن العظيم. أدعو أحبابنا في الله كل واحد أن يقتني كتاب من كتب التفسير، وهي كثيرة جدا، أبرزها كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير. هذا كتاب جيد، تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، وهو يصنف في التفسير بالمأثور. ممكن أن نأخذ هذا الكتاب ونقرأ آيات ونعلم أسباب نزولها ومعانيها ونستنبط من الأحكام والعبر والدلالات. من شق عليه هناك كتاب أسهل منه، وهو كتاب اسمه صفوة التفسير. صفوة التفسير وهو للإمام الشيخ محمد ابن علي الصابوني، وهذا معاصر من سوريا، توفي مؤخرا رحمه الله تعالى، وكتاب جيد يعلمك تفسير القرآن العظيم. يعطيك الآية، خمس آيات خمس آيات، وكل خمس آيات يعطيك أسباب نزولها ويعطيك المعاني اللغوية ويشرح مفردات الكلمات والتركيب اللغوية، ثم بعد ذلك يفسر بالسنة، يفسر القرآن بالحديث، ما يسمى بالتفسير بالسنة، ثم يفسره أيضا بالعقل بالمنطق العقلي، ويفسره بالدلائل العلمية في الفيزياء والكيمياء وعلم الفلك وطبقات الجو وغيرها، ثم يفسره أيضا بالواقع، الواقع الاجتماعي وبالتاريخ المتغير. وهذا كتاب جيد جدا بأسلوب معاصر وسهل، ومن تعذر عليه اقتناء هذه الكتب فعليه أن يدخل إلى مراكز البحث، فهناك مجموعة كبيرة من المصنفات والكتب المفيدة ممكن يستفيد من الإنسان ويتفقه في دين الله. فالصالحون يعتبرون فترة الأزمات هي خلوة. أرجوكم دعوا عنكم ما يسمى بالعزل الصحي، اعتبروه هذا اعتكاف وخلوة مع الله. الاعتكاف يكون للعبادة والطاعة، ويكون أيضا لطلب العلم. سوف نغلق عنا بيوتنا ونجلس مع أبنائنا ونقرأ ونطالع. من تعذر عليه أنه لا يقرأ ولا يكتب فعليه أن يستمع. فالحمد لله الإذاعات في المغرب تتنافس فيما بينها لبث برامج مفيدة فيها أساتذة وفقهاء وعلماء وأدباء، كل منهم يؤدي برامج مختلفة ومتنوعة. المهم أن الطبيعة تكره الفراغ. الفراغ هو عدو الإنسان، لأن الإنسان إذا كان فارغ من غير شغل فإنه يتسرب إليه الوسواس الخناس. نسمع أن بعض الناس عندهم اضطرابات نفسية ويعانون من قلق ومن توتر شديد، والسبب هو أنهم عندهم فراغ ولا يجزون أي شيء. وطبعا هناك أرواح خبيثة من الشياطين تبحث عن كل من له فراغ قاتل، بدون شغل، بدون وظيفة، بدون هدف في الحياة، فتغزو فكره وعقله وقلبه وتوسوس له وتذكره بالأفكار السوداوية، ومن ثم يصاب بالمرض ويصاب بالسقم ويصاب بالقلة، وتجده يشعر بضيق النفس. أحبابي في الله، نصيحة إليكم جميعا، إياكم والفراغ. الفراغ عدو البشر. رغم أننا الآن في بيوتنا نغلق علينا أبوابنا إلى أن يأتي الله بالفرج، فعلينا أن نملأ الوقت كله بالمعرفة وبالعبادة وبالطاعة وبأشياء كثيرة جدا. الحاجة أم الاختراع، كل عليه أن يسعى للمزيد من العمل الصالح. فأسأل الله تعالى تقبل منا ومنكم أجمعين. ونذكر بأرقامنا الهاتفية 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونعود إليكم أيها الأحباب الكرام، ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم
ونبدأها من طنجة مع للا حدة. ألو، السلام عليكم. للا حدة من إقليم طنجة، مرحبا بك. حياك الله للا. لا بس الله يبارك فيكم للا. نعم للا حدة، الصوت ما كتسمعش بوضوح. السلام عليكم للا حدة. على كل حال نسأل الله تعالى السلامة والعافية. شكرا لك يا للا حدة، ونواصل هذا اللقاء المبارك. نأخذ مكالمة أخرى من تطوان، معنا للا سعيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة من تطوان. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الطيب لاباس عليك. حياك الله مولاي. سيدي محمد من فاس. إيه. أهلا وسهلا بك. الحمد لله، كدير عواشركم بروكا. الله يبارك فيكم مولاي، أعزكم الله. عيدوا تعودوا إن شاء الله باش ما تمنيتوا. يا رحمن الرحيم يا ذا الجلال الإكرام. سيدي الطيب، أنا بغيت نتواصل معك في هذا بالمناسبة ديال هذا الحجر الصحي. أي يا سيدي. كاين واحد الأمر الله يجازيك بخير، يعني حنا نقدر عليه. نعم سيدي. هو السر ديال حل هذه المشاكل ديال هذا الحجر الصحي. أي. شنو هو؟ هو أن السقف إلى هذا الحجر الصحي بإيمان من يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني بهذا الصيغة يعني نتقبلوا هذا الأمر ديال الحجر الصحي إيمانا واحتسابا. إيه فهمتيني، لأنه سمح لي أنا طلعت للدروج شوية سميتو بالزربة لأنه عندي الريزو ضعيف في البيت. إيه ما شاء الله، ما كاين باس. كلنا ذلك الرجل مع هذه الأيام ديال الحجر الصحي، وكنتكلموا من البيوت ديالنا، واحيانا الريزو كيمشي وكيرجع، وكنضطر نتنقل من مكان لمكان تبع الريزو. وان شاء الله ربي يسهل الامور قريبا. شويه راني شويه القلب ديالك زاح شويه، لان طلعت كنجري في الدروج، هذا هو المشكل اللي عندي دابا. الله يعشر خطواتك مولاي. لا اله الا الله. المهم سيدي الطيب الله يجازيك بخير، يعني قلت باش نخرجوا من هذا الامر ديال المشكل ديال الحجر الصحي، واش نتقبلوه بارتياح وبفرح وبسرور، وان هذا الامر هذا راه جاينا نيابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إنه نتصور كل واحد فينا لو أن أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، يعني بجسده بشخصه، وقال لنا ادخل إلى بيتك، إلزم بيتك، ادخل دارك. كيف نستقبلوا هذا الأمر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة؟ كاين جوج الحوايج، إما نستقبلوه بفرح وبسرور لأنه جاي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستقبلوه بفرح وبسرور وبارتياح، وأنا دخل الدار ديالي وأنا فرحان مبتهج، ولا أننا ناخذ الامر الثاني هو ناخذه بلا مبالاه بسمعنا وعصينا، يعني غنكون واحد الجانب ديال الاهمال ولا مبالاه والعفويه ولا شي حاجه هكا توقع في هذه الساعات. نعم فهمتني مزيان سيدي الطيب، والله يجزيك خير، يعني وضحها مزيان لكل مستمع من المستمعات. رب العالمين سبحانه سيقول فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله السلام والعافية. فتنة أو عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أشنو هي الفتنة؟ وغاش غتبدأ؟ وغاش غتسالي؟ ما هي وما لونها؟ وشنو هو العذاب الأليم؟ وفين غيجينا؟ راه ما عنده فين يجينا. يعني هذه الأمور يعني للاسف الشديد، يعني اللي ما واخدينش الامور ديال الحجر الصحي بجديه راه كيلعبوا بالنار. رانا غندخلوا في واحد الدوامه، هذا راه انذار رب العالمين من فوق سبع سماوات، غندخلوا في واحد فتنه عظيمه جدا. ولهذا الله يجازيكم بخير، الحل الوحيد هو اننا نستقبل يعني الامر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. علاش الامر ديال الرسول؟ الرسول ما بقاش، ولكن شنو بقى؟ بقات الرساله ديالو، بقى هذا الدين ديالو،
ومن ينوب عن هذا؟ هو أمير المؤمنين، هم العلماء، هم يتمثلوا الطبقة السياسية. إنه يعني كتتكلم من مقاصد الشرع، من روح الدين الإسلامي كتتكلم وتأمر وتنهي وتنظم البلاد وتسهر على مصلحة بلاد العباد. ولهذا يعني أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ارتحل بجسده، فبقيت رسالته بقيت دينه ومصلحة الدين ومصلحة البلاد والعباد يتكفل بها أمير المؤمنين، الهيئة العلماء ومصلحون الطبقة السياسية بكل مكوناتها. الله يجزيكم بخير. يعني خصنا نقبلوا هذا الأمر ديال الحجر الصحي إيمانا واحتسابا فقط. يمكن بس قبلنا رمضان إيمانا واحتسابا مش كيكون غفر له ما تقدم من ذنبه. إلا ما استقبلناش رمضان إيمانا واحتسابا كيكون رمضان علينا شاق. راك اللي كيستقبل رمضان يعني وهو يعني معصب مقلق فوق شي ثلاثه رمضان فوق شي اذ، وكاين اللي كيستقبل رمضان فرحا وسرورا يعني موسم ديال الطاعه. فكذلك هذا الامر ديال الحجر الصحي جاءنا من امير يعني من السلطات الكتيبة هذه البلاد من امير المؤمنين حفظه الله ورعاه. يعني خصنا نستقبلوه ايمانا واحتسابا ونكون عندنا ديك الكونتور ديال الحسنات 24 ساعه على 24 ساعه كيسجلنا. الله العظيم الى الكونتور ديال الحسنات ما كيتوقفش، 24 على 24 هو كيسجل لك الحسنات. وهذا ماشي سهل، علاش تقبلت بالفرح والسرور وبارتياح وما كاين لا ازمات نفسيه ولا مشاكل ولا حتى شي حاجه؟ انا جالس الحمد لله والكونتور ديال الحسنات كيمارك عليا لانه استجبت لله ولرسولي ولاولي الامر ايمانا واحتسابا. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم سيدي محمد من فاس على هذه التوجيهات والإرشادات النيرة. حقيقة أن من لزم بيته فإنه يقوم بذلك طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بذلك، فالله له حكمته بالغة. هذا قدر من الله ونحن مطالبين باتباع التعليمات والإرشادات والتوجيهات التي تنجينا من الفتن، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وطبعا من يتبع هذه التعليمات طاعة لله ورسوله يفوز بالنجاة ويفوز فوق ذلك بالأجر والثواب. نسأل الله تعالى تقبل منا ومنكم أجمعين. شكرا لك أخي محمد من فاس. ونتحول إلى مكالمة أخرى مع لالا الحسنية. لالا الحسنية من فاس أيضا. الو السلام عليكم. الو عليكم السلام ورحمه الله. انا حسنيه من فاس اللي عيطتك في رمضان وتقطع لي الخط. ايه مرحبا بك لالا. كي داير في قريبان؟ الله يبارك فيك لالا، حفظكم الله ورعاكم الله. نشكرك بزاف على نهار العيد وضحتي لنا بزاف الامور وبزاف تاع هذه، كنشكرك بزاف. اعزك الله لالا. ديما كنتنصرك وكنتنصر ميد راديو ديما ديما حنا. الشيخ قريبان تدعي معايا بالصحة والسلامة. صحيحة يا رب. لالا الحسنية، إذا استغلنا الفرصة وسولناك، أنتم في أهل فاس عندكم تقاليد وعادات وطقوس خاصة في عيد الفطر السعيد، كيف تمت هذه العادات في زمن الكورونا؟ كيف أحييتم مناسبة العيد السعيد؟ يعني كل تقريبا كل العادات ما كيناش في هذا العيد. إن العادات نتاع كنا كنجتمعوا العائلات، كنا نمشيو عند الوالدين عند الخوت، كنا عند الخوت عند الوالدة ديالي كنا كنجتمعوا يعني عندها في الدار حنا وخواتنا وعمامنا وخوتنا، كنجتمعوا بزاف ونديروا الطعام ونديروا. ولكن دابا لا، كل واحد دابا في داره. يلاه الهاتف كتوصلوا بالهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي؟ لا هي التواصل الاجتماعي صافي هادشي اللي كاين. يعني العيد داز مع وليداتنا في الدار كلها، وهذه يلاه الهاتف هو اللي يعني باركنا العواش لاي واحد وصافي. الخوت والوالدين وخال والدة ديالي عندي قريبه يعني ماشي بعيده، وكتقول شي ناس عندي. لا اله الا الله. نطلبوا من الله الحجر الصحي، نشوفوا والدينا ونشوفوا العائله والحباب والخوت. الحمد لله الحمد لله.
يا ربي يا كريم، الله يرفع هذا الوضع يا رب. نطلبك تدعيني مع الوالده بشي حجه وصحيحه وسلامه، ودعيني مع واحد خويا التوأم عندي حسن، عندي دعيلو بالله بالمغفره ويرجع للطريق ويدير وليداتو ان شاء الله يا ربي. يا ربي امين. دعيلو مع زوج ديالي بشي رزيق ان شاء الله يا رب. كل هو جالس وما خدمش والظروف عندنا صعيبه، راني عاودت لك في هذه ما قبضناش ما قبضناش المعاونه والظروف عندنا صعيبه، كنطلبوا من الله يفاجئ علينا يا ربي باذن الله قريبا. آمين. باذن الله قريبا. امين امين. طلبوا تدعي معنا بزاف بزاف ودعي لي بالصحة والسلامة. كانت عندي عملية وتأجلتني لأن هذا الحجر الصحي، كنت طلبت معايا الله بالشفاء إن شاء الله يا ربي. اللهم آمين الحسنية يا ربي. تدعي معانا فنطلبك تعطيني لمرتك نتواصل معك وخا غير في الواتساب. وخا ألف مرحبا ألف مرحبا، أنا غندوز الستوندار. شكرا لك للحسنية. محسنين يعاونونا ويساعدونا ويجازيك بخير، الله يكثر خيرك. كنسمعوا لك بزاف، عطيتينا بزاف النصائح وبزاف نتاع شي حاجه ما كناش عارفينها بزاف. وبغيت واحد السؤال بغيت هو نسالك عليه، الله يجازيك بخير. نعم لا ممكن. مرحبا. كيقولوا لنا الواحد اللي كيبقى يصلي كتبان له ديرها في جبهته. نعم. يعني واش كتبان غير الرجال ولا النساء؟ نعم. واش يعني بشارة تاع شي حاجه ولا لا؟ واخا الحسنية، واخا لالا، بارك الله فيك بارك الله فيك. شكرا لك. وغندوز الاستوندار عند سي سامي عارف، يعطيك الرقم باذن الله. وجوابا عن سؤالك، هذيك الدرهم اللي كتبان في الجبهة ديال الناس هي عند الرجال والنساء سواء، لكنها عند الرجال أكثر. كاين اللي كتظهر من عند الله، وهي طبعا ماشي الدرهم اللي فسر، هو نور في الوجه. يقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. من كثرت صلاته بالليل، وقيل من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، كيعطي الله واحد النور إيماني. وكان أهل الله هكذا، كانوا فرسان بالليل، أو يقال عباد في الليل فرسان بالنهار. أهل الله معروفين بهذا السلوك وهذه الصفة، بالنهار هم فرسان، كتلقى هو الأول في المقدمة، إما في عالم التجارة وفي عالم المال في عالم السياسة في عالم الطب في عالم الحرف في الخدمات في أي مجال، في المجال ديالو كتلقاه هو في المقدمة، فرسان بالنهار عباد في الليل، هكذا كيكونوا في الليل. كتلقى أنه يلبس لباسا ديال الزهاد وكتلقاه بالصلاة والعبادة، ومن ثم يحسن وجهه بالنهار. وهذاك الدينار اللي كيظهر هو كيكون من كثرة السجود الذي يسجد لله كثيرا، كيبان في ذاك الدينار. كاين اللي ربما بسبب البشرة ديالو اللي هي خفيفة والسجادة قد تكون من النوع الخشن، ربما تظهر عليه بسرعة، هذا من أثر الاحتكاك ما بين الجلد والسجادة. وهي عند الرجال والنساء سواء، لكنها عند الرجال أكثر. وكاين بلا سجادة يصلي على مكان عادي ومريح، ومع ذلك كتظهر في ديك العلامه ديال السجود، هي كتظهر في العلامات السبع، كتلقى اللي بغيت تقلب بها كتلقاها في الجبهه، وكاين اللي عنده حتى في الانف، كتلقى الانف ديالو عنده واحد الاحتكاك، زائد في الكفين الاسفل ديال الكف، ثم في الركبتين ثم في الرجلين من الاعلى، الرجلين في القدمين من الاعلى، لاننا نحن مامورين بالسجود على سبعه اعضاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على سبعة أعضاء دون أن يكف ثوبا ولا شعرا، وسبعة أعضاء هي الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، كلهم كتظهر فيهم العلامة، لكن حقيقة العلامة هي نور يعطيه الله تعالى لصاحبه في الوجه،
كتلقى النور اللي عطاه الله تعالى يتجلى من ماذا؟ في الابتسامة، تجده كثير الابتسامة، ماشي مصطنعة، الابتسامة تلقائية، غير كيتكلم كيبتسم، تتجلى في العيون، والعيون هي المخبر ديال الباطن، عيونه تعطيك سلام وتعطيك أمان وشعور بالطمأنينة والسكينة. ثم شكله عموما إذا رأيته ذكرك بالله، هناك أناس من إذا رأيتهم ذكرك بالله تعالى وبلقائه سبحانه وتعالى، هذا كل من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. لأن الحسنية احنا عارفين الظروف الصعبة التي يمر بها الناس في الظرفية الراهنة، وأكيد أن زوجك محتاج إلى رزق وفير كما هو بقية الناس. أنا كنقول الأحباب الكرام، اللي كيشعر بالفقر يقرأ سورة الواقعة بالليل، اللي كيشعر بأن الرصيد ديالو ضعيف، المدخول ديالو قليل، ما عندوش اللي يقدر يساعده، ليقرأ سورة الواقعة بالليل. من قرأ سورة الواقعة بالليل لم يمسه الفقر بالنهار. نقرأ سورة الواقعة ونتمنى على الله تعالى أن يفتح لنا باب الرزق، وإن شاء الله سيأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. للحسنية الله يرزق الزوج ديالك رزقا واسعا طيبا مباركا. واللي ما عارف شيء يكثر من الاستغفار، الاستغفار ثم الاستغفار، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، رزق وفيا من حيث لا يحتسب. وأسأل الله تعالى أن يرزق أمك حجا قريبا. يا ربي يا كريم، يرفع عنا هذا الوباء وتفتح مكة أبوابها، والمدينة تفتح أيضا أبوابها، ويذهب الناس إلى البقاع المقدسة قريبا إن شاء الله تعالى. الله يجمعنا وإياكم في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي منى وفي مزدلفة. يبدو أن هذه السنة ليس هناك مناسك للحج، الظرفية الاستثنائية تبدو أنها مستمرة، ونحن على أبواب موسم الحج حوالي شهر ونصف أو شهرين، ولكن يبدو بأن الأجواء تعطي انطباع بأن الأمور بقى صعبة، إلا إذا شاء الله، إذا شاء ربك في لحظة، إذا شاء الله تعالى وقضى أمره أرى كل الإحصائيات وكل الأرقام وكل التوقعات وكل التنبؤات وكل التكهنات تسقط إذا شاء ربنا عز وجل بقدرته. فنسأله أن يرفع عنا هذا الوباء في القريب العاجل، ويكتب لعباده المؤمنين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. كما أسأل الله تعالى لك أختي الحسنية أن يحفظك ويرعاك أنت والتوأم ديالك، الله يشفيكم ويعافيكم ويصلحكم، اللهم أمين يا ربي يا كريم. نتحول من فاس إلى بركان مع أخينا السجلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم قريبا، تبارك الله عليك، عشق من شوك وطلع أمورك. أهلا أهلا بك السجلالي. أجديني فين رجال إقليم بركان. مشرفين مولاي، مشرفين، وتحية كبيرة لأهل بركان. الله أمورك. يا مرحبا. هضرت معك واحد الفتره بك لي واحد السنين، هضرت معك على الم الجن، اليوم راني الحمد لله يا ودي الحاج. الف الف مرحبا مولاي. راك عقل عليا وقيله. عقلت عليك السي جلالي، عقلت عليك مولاي. جديني جديني بين الكذاك اللي نبركع راني جديني. هي جديني هي خويا، عقلت عليك، عقلت عليك بزاف، لان اهل بركان كيتصلوا بنا قلال، واللي اتصلوا بنا كنبقاو عاقلين عليهم. عقلت السي جلالي. مرحبا، حفظك الله وراك. يا مرحبا مولاي. واحد ترحب بك الجنة، واحد الهضرة عقلت عليها، قلت لي فوض أمرك لصاحب الأمر، وكثر ما قلت لا إله إلا الله تكون مزيان، والحمد لله ودير حاجة راني مخير. إياه وريت الحمد لله، والدعوة راها دينا إن شاء الله. لا إله إلا الله. واحد القضية ودير حاجة، أولا نمت واحد المنام. واحد المنام نمت واحد ثلاثة ديال الناس يكثروا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، مكثرين بها واحد المجموعة بحال المصدى هكذا لابتين، وكيخرج منهم بحال الدود من الجهة اليسرية. لا حول ولا قوة إلا بالله. وسولت هذوك اللي يقولوا قلت لا إله إلا الله، قلت والله إلا نسولهم نشوف هذوك شنو كاين، بقاو يقولوا لا
لا اله الا محمد رسول الله. من جا قال لي ولدي هادو كيتسموا المجرمين وسبحانك يا جليل. وبغيت نرسلها لك ودير الحاج وهذه رؤيه. البدايه ديال كورونا. نعم. البدايه ملي كون مصاد كورونا انتهى المعنى. سبحان الله العظيم. لا اله الا الله. الله يفرج يا رب. الله يفرج سيدي جليلي يا رب. شكرا لك مولاي شكرا. والمؤمن هو يرى رؤى منامية مباركة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. هناك أهل الإيمان وأهل اليقين ربنا عز وجل يفتح عليهم فتوح العارفين بالله، يرفع عنهم ستار الغيب ويرون حقائق الأشياء. هنا لا مجال للمنطق العقلي، لا مجال للتحليل الفكري. القضية قضية روحانية، القضية قضية إيمانية، القضية قضية تجليات ربانية. هو عالم فوق العقل وفوق المنطق وفوق الأسباب وفوق العلل، وهذا لا يعلمه إلا العارفون بالله. هذه الرؤية ربما تفيد فيها معاني كثيرة. الذي يخرج منه الدود والعياذ بالله هذا شر، شر وقد زيح. الدود يخرج شر كان في الإنسان وخرج منه الأذى. أي واحد شفناه خرج منه شي حاجة ديال الأذى كنقوله خير، كان على وضع سيء ثم أصلح الله شأنه وأصلح الله باله وصرف عنه السوء. فالأذى يخرج منه. وكلمة لا إله إلا الله التي رأيتها في المنام ذاك هو المخرج، المخرج من هذه الفتنة العظيمة التي ابتلي بها المنتظم الدولي قاطبة، العالم بأسره، بل الكوكب الأرضي صار مغضوبا عليه. هذا الكوكب الأرضي لا مخرج له ولا منجا من فيروس كورونا إلا بالمصالحة مع الله سبحانه وتعالى. لحد الساعة هناك تحليلات كثيرة ومتعددة من طرف المتتبعين للوضع العام. هنا من يقول بأن هذه جائحة عبارة عن فيروس وميكروب، والفيصل هو المختبرات العلمية. لابد أن نركز على المختبرات العلمية، المنطق والعقل والعلم والمجهر. البعض الآخر يقول هناك ربما اهتمام بالبيئة، وهناك مشكلة التصحر وثقب الأوزون والأشعة المنبعثة. كل يقول رأيا من الرؤى، والآخر يقول ربما ضعف القطاع الطبي الذي انتشر في عدة دول فكان هذا الفيروس وهذه الأمراض، والبعض الآخر يردها إلى الحرب البيولوجية بين القوى المتصارعة على امتلاك زمام الأمور بالعالم. كلام كثير، كل يقول كلام. أنا عن نفسي أقتنع بأن هذا الكلام ممكن أن يكون فيه وجه صواب، لكن الحقيقة التي نراها هي الصواب، هو أن الله سبحانه وتعالى أرسل هذه الجائحة لكي يعلم البشر حقيقة قدره. قبل زمن الكورونا البشر غاب عنه حقيقة قدره. البشر هو ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق لكي يكون عبدا لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن الأجواء العامة جعلتنا نستشعر بأن البشر بعد يشعر بالقوة بل بالطغيان والجبروت والكبرياء، ويظن أنه امتلك العلم وقد صار في زمن الحداثة، بل وما بعد الحداثة. سمعنا أصوات كثيرة تقول قبل جائحة الكورونا أن الدين لم يعد صالحا للحياة، وأن الدين لم يعد له دور أساسي في المجتمعات. فالدور ينبغي أن يكون للعلم، وأن يكون للاقتصاد، وأن يكون لحقوق الإنسان. وأين هو الدين؟ يا ما سمعنا أصوات فلاسفة يتشدقون بكلام خطير، يمسون الدين وكل الأديان وينعتون القرآن الكريم والسنة النبوية بالنقصان، بل هم منهم من يتطاول حتى على الذات الإلهية. يا ما سمعنا كلام مثل هذا
بعضهم رددنا عليهم وبعضهم استحيينا أن نرد على من ترد كلام جرأة كبيرة، ولا أحد يستطيع أن يقاوم، لأن هناك حرية فكرية، الكل يقول ما شاء بما شاء والقانون العام يحميه. صار هناك تطاول على الذات الإلهية، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى من يقرأ السنن الكونية في التاريخ البشري، الله سبحانه وتعالى حينما لا تنفع المواعظ ولا تنفع الإرشادات ربنا يتدخل بجنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، جنود عظيمة ربنا يرسلها. كل زمان وكل قوم وكل طائفة أرسل الله إليهم جنودا. احنا في زماننا هذا مع التطور العلمي والتكنولوجي ربنا لم يرسل لنا جنودا عبارة عن ديناصورات ولا عبارة عن فيلة ولا حتى على طير أبابيل، وإنما أرسل إلينا هذا الفيروس الصغير الذي لا يكاد يرى بالمجهر وفعل فينا ما فعل، والناس كلهم صاروا محبوسين في بيوتهم والكل مهدد، الرؤساء والكبراء والعظماء وعامة الشعوب. فما هو المخرج؟ المخرج هو أن الإنسان عليه أن يتصالح مع ربه، هذا هو العلاج. العلاج هو المصالحة مع الله سبحانه وتعالى. أي نعم، هناك الصالحون والصالحات في كل مكان ما أكثرهم، ولكن بالمقابل هناك من يرفض الصلاح ومن يتهم أهل الصلاح بالنفاق، ومنهم من يتهمهم بالتلاعب بالدين، بل منهم من يتهمهم بالإرهاب، ومن ثم سال الإصلاح، والإصلاح كلام غير مرغوب فيه. الآن لا بد من الإصلاح. الله سبحانه وتعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا كله بسبب فعل الإنسان، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وإذا تتبعنا كل الآيات القرآنية نجد في ختامها لعلهم يتضرعون. فالمخرج من هذه الآفة هو الرجوع إلى الله والتضرع إليه. والرؤية الطيبة لشتى سجليلي، هذه كلمة لا إله إلا الله، هذه هي المخرج، أن نتمسك بكلمة لا إله إلا الله، أن نرددها في كل وقت وحين، أن نعمل بمقتضاها، أن نحرص على أن تعم في كل مكان كل شيء بقوة لا إله إلا الله. لأن الله تعالى له كتابان، كتاب مقروء وهو القرآن كنا نقرأه في رمضان، والكتاب الثاني كتاب ليس مقروءا وإنما منظور وهو هذا الكون، وكل ما فيه من صنعه تدل على أنه الواحد المبدع. فما علينا إلا أن نعمر قلوبنا بكلمة لا إله إلا الله، ونجعل ألسنتنا تتردد بكلمة لا إله إلا الله، وقريبا سوف يرفع الله تعالى هذا الوباء إن شاء الله عز وجل. شكر الله لكم أخي جليلي، وحفظكم الله ورعاكم الله وأصلحكم الله، وتحية كبيرة لأهل بركان. نتحول إلى إقليم مراكش مع لالا مريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواش مبروكة، أنا فرحان ونشتي اليوم الخط. يا مرحبا يا مرحبا لالا مريم، الله يجازيك بخير ويخلي لك في حياتك. إلى ما الدعاء أعزكم الله بنتي. عرفتي شحال من عام وأنا كنعيط كنبغي نفقد الأمل، والحمد لله لا إله إلا الله. حفظك الله ورعاك الله وأصلحك الله، الله يجازيك بخير. الوليدة بتهضر معك، الله يحميك. يا ألف مرحبا. في الحاج. أهلا الشريفة، أهلا وسهلا بك. مرحبا مرحبا نهار كبير هذا لالا. شحال هي تنظر لك شي سنين هادي والو شتينا الخط. كي داير سي الحاج؟ الله يبارك فيك الشريفة، الله يحفظكم ويرعاكم. الله يحفظك الحاج، صحتك دعان معانا، كل شيء موقف عندنا، الله يجازيك بخير، كل شيء موقف، الله يحفظك كل شيء، ولا البنات ولا الرجل، كل شيء موقف، كل شيء مريض، وانا الدنيا مريضة، عندي الدويان، وفتحت عندي غماطيس، الله يجازيك بخير، ديك الدعوة تاع الخير، الله يسلمك لوالدي لك. يا رحمن يا رحيم. كاين شي مساعدة، الله يجازيك بخير. أي هذا إن شاء الله لله.
الا كاين شي مساعده راه محتاج سكوري بخير الله. يا مرحبا لأم مريم، يا مرحبا يا ربي يا كريم. عندي الدار ما عندي حتى حاجه، الله يسك بخير. انا ما مراتش الله يرحم الوالده، ما واحد مراتش الله يسك بخير. ان شاء الله لله يدير ليهم الدعوه معايا، الله يسك بخير، الله يخليك للعشرين، الله يعطيك صحتك. اللهم امين يا رب، الله يعطيك اللي تمنيتي في الدنيا يا رب. يا رحمن يا رحيم، الله يرحم لك الوالدين الدعام. هي عندها البنات تاع هي، عندي البنت هذه اللي هضرت معها مسكينه، ما عندها الصحاب هادو، وعندها مشاكل في اي الله، عندها 21 عام، الله يرزقك بخير. يا ربي يا كريم، يا ربي يا كريم. هي مسكينه هذه اللي ما عندها الصحاب، الله يرحم لك الوالدين. بإذن الله الواحد الأحد. معاناة معاناة وباقي فيهم يدرى، الله يرزقك بخير. الدار معانا كاع الناس اللي يسمعني فوق بغيتي تدعى معايا، الله يرحم لك الوالدين. يا ربي يا كريم بإذن الله. اسمح لي سي الحاج، اسمح لي سي الحاج، استغفر الله. يا أسمى مرحبا، يا أسمى مرحبا لله أم مريم. راه كنحتاج عليها. على الراس والعين لله. غنطلب منك تحتفظي بالرقم ديالك في الستوندار. نطلب من الاخي السي سامي عارف ياخذ الرقم ديالك ان شاء الله، ونتوافقوا باذن الله وربي يسخر باذن الله. ربي كريم سبحانه. الله يسخر لك، الله يعمر بك بركه وعلى عليك يا مر، الله يعطيك شي هجه يا ربي، يا ربي تعطي شي هجه يا ربي. اللهم امين لله، اللهم امين. حفظكم الله ورعاكم الله. انا توصلت بالرقم ديالك ان شاء الله لله. انت في بلاصه الوالد، تنشكرك تنشكرك بزاف، الله يخليك صحتك يا ربي. الله يحفظكم لله، الله يحفظكم. لالا ام مريم، قولي لي الظروف الظرفيه ديالكم، اش وقع لكم لالا، اش وقع لكم، شنو هي الشده اللي وقع لكم؟ عندي السكن سيدي شي 15 عام عندي، وانا عازله حقي، وما عندي باش نبني والو، وعندي الكوزه في الدار شربتني البارحه، خرجتني في هذا رمضان جاتني لواحد البيت، ما عندي الصاد، ما عندي الثلاجه، ما عندي والو. والراجل كيخدم، مرة يخدم مرة يجلس في هذا الميت، مرة يخدم مرة يجلس، ولا جيت مشكل الظروفية الظهر الشيطانية، وتسمى لي هو كل شيء، أنا هي اللي دايرة كل شيء، وما ولا يقول لها حتى حاجة، تيقول لها يسكت، ما خلات فيا السبة، ما خلات فيا، تحولني من هذا القنت لهذا القنت، كل عام يمتحول فوق دار الوالدة. لا اله الا الله. جاني شي 15 عام فاش مات شيخي، وانا عرفت ولكن هي ما تعرف لا، يا ربي تسمح لي على هاد الهضره، ما تعرف لا ربي لا عبد والو، وانا راه 25 عام فاش كنت معاهم. لا اله الا الله. بحال الوالده هذيك الساعه، غير مات الشيخ وهي الطوفيه. يا خويا الله يفرج عليكم لالا، ان شاء الله ربي غيسهل، ربنا غادي يسهل باذن الله. ام مريم ان شاء الله ربي غادي يسخر باذن الله. انا خديت الرقم ديالك ان شاء الله تعالى، وغنتواصل معك فيما بعد، وان شاء الله ربي غيجيب التيسير في القريب العاجل. بارك الله فيك لالا ام مريم. وما نساوش ايها الاحباب الكرام، حنايا في هذه الظرفيه ديال الزمن الكورونا، نحن مازال في امس الحاجه لكي نتعاون فيما بيننا. القوي منا ياخذ بيد اخيه الضعيف، والغني منا يجود على اخيه الفقير. وجميل ان في الاقاليم، كل اقليم، الا وهناك اناس من اهل الجود والكرم واليسار، وبالمقابل هناك اناس ضعفاء ومحتاجين. وحنا دورنا ان شاء الله ان نعرف بين هؤلاء وهؤلاء. انا لالا مريم ان شاء الله غنعطي الرقم ديالك بعض الناس اهل الخير، وباذن الله غيتواصلوا معك وغادي تقدموا لك يد المساعده، وفي القريب العاجل باذن الله الواحد الاحد. بارك الله فيك واسعدكم الله،
وكنقول الأحباب الكرام باش ربي عز وجل يفرج علينا، راه كاين اذكار سبحانك يا جليل، اذكار الله تعالى كيجعل القدر في صالحك، القدر الالهي غدا كاين قدر، كل وقت كاين قدر جديد. مثلا غدا ان شاء الله سوف نستيقظ عندنا قدر جديد، كيف يكون القدر الالهي في صالحي؟ وخا يكون جاي السوء او جاي المرض او جاي الفقر او جاي المتاعب، الله تعالى يغير الاقدار بالاذكار. مثلا كل مرة نذكروا بعض الاذكار ونطلب من المستمعين والمستمعات يحفظوها ويرددوها. مثلا خايف من المرض، خايف من الوباء، خايف من العدوى، خايف من اي خطر، ما هو المنجا من الخوف؟ ان نقول 7 مرات حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 مرات أردد هذا الذكر. الله تعالى يحفظك من كل سوء، حتى ولو كان مكتوبا في القدر أنه سيصيبك علة أو ستصيبك مشقة أو حرج شديد أو ابتلاء لا قدر الله، فإن هذا الذكر سوف يحميك ويكون لك حسن حصين. أما عن الرزق فالأشياء كثيرة والموانع لكي تزول، ما علينا إلا بأذكار القبول، أذكار القبول وهي الإكثار من الصلاة والسلام على مولانا رسول الله. غير تشعر بأن عندك الأبواب مغلقة وتشعر بأنك ما عندك زهر وتشعر بأن الرزق عليك قليل وأنك شعرت بالضجر والقلق، أنصحك نصيحة ذهبية، دع عنك الدنيا وما فيها، دع عنك كل شيء، إياك أن تتوجه لأي مخلوق من المخلوقات مهما على شأنهم، وإنما انقطع لله عز وجل وتوسل إليه بالصلاة على مولانا رسول الله، توسل إليه بالصلاة على النبي وسترى عجائب قدرة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، واستمر في الصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك وأزكى سلامك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واصل أكثر منها وانقطع عن الوجود، انقطع عن التفكير، سترى بأن القدر الإلهي سوف يأتيك حلوا ويأتيك فيه مبشرات ويأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري ويأتيك بالخيرات ويسخر لك أطيب وأنبل خلقه يكونون في خدمتك. إنه الله تعالى، وهذا سر من أسرار الله، عليكم أن تواظبوا عليه كثير أيها الأحباب الكرام، حفظكم الله ورعاكم. للا أم مريم الله يفرج عليكم، أسأل الله تعالى أن يفتح لكم خزائن ملكه ويغدق عليكم برزقه الوفير وخيره الكثير ويرفع عنكم الموانع والعكوسات ويرزقكم القبول في الأرض والسماوات، آمين آمين يا رب يا كريم. ونتحول أيها الأحباب الكرام إلى إقليم أي تعزة بتارودانت مع أخينا السي هشام. السلام عليكم أمين حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أمين حاج أخبارك؟ لبس عليك. بارك الله فيك السي هشام، حفظكم الله ورعاكم. الله يبارك فيك أمين حاج، مبارك عواشيركم. الله يدخل عليكم بالرحمة والمغفرة والرضوان، بارك الله فيك. آمين يا رب. نطلب الله تعالى الله يجازيك بخير. كي داير الحاجة ولا الوليدات؟ كل شيء بخير. كل شيء مزيان الحمد لله، ربي ونشكره اخويا. الحمد لله، الله يجازيك بخير. قدام من حاجه كنشكرك على كي دوزتوا
كي دوزتوا لعند السعيد وكي دوزتوا لعند الحمد لله بخير، الحمد لله مزيان، كل شيء الحمد لله مزيان، حمدنا الله وشكرناه. وانتم في عيش أعزاء إقليم محافظ وعنده تقاليد وعنده طقوس جميلة، واش درتوا هاد العواشر ولا الحضر الصحي فرض عليكم أشياء أخرى؟ لا لا، ما غير تليفونات والواتساب صافي. لا إله إلا الله، حنا صلينا صلاة العيد جماعة مع الوالدين والعيال ديالنا في الدار، درنا البوق وصلينا صلاة العيد في الدار عندنا حنايا. درتوا البوق كاع؟ هي درنا البوق والميكرو وكيصلي بينا واحد خويا والدراري صغار لبسنا عليهم الفاقين وفرحوا الحمد لله. الحمد لله. والجيران تما نفس الشكل؟ لا لا، الجيران كاين شي وحدين، الجيران حنا ما مشينا عندهم ومشاو عندنا. المهم ما الحمد لله الحمد لله. المهم واخا ربي سبحانه وتعالى اغلق مساجده ومصلياته وجوامعه، ولكن صارت بيوتنا كلها مساجد وجوامع. الحمد لله الحمد لله على كل حال، حمدنا الله وشكرنا والله يزيدنا من فضله، ما عرفنا فاش كاين الخير. اياه اياه الحمد لله قدامي الحاج. وكي تقول موسم الفلاحي عندكم تما سي عيسى عزة؟ نعم عمي الحاج، الموسم الفلاحي عندكم تما واش كاين شي خير، كاين شي خضروات، انتم كتهتموا بالفلاحه في ديك المنطقه؟ ايوا الحمد لله كل شيء مزيان، واخا ثلاث ايام شويه هاد الحراره والماء تقطع ما لقينا ما نشربوها، ثلاث ايام بزاف تهلك لا شويه في الماء عمي الحاج. لا اله، واش كديروا السقي ولا عندكم تما البيار ولا عندكم؟ عندنا الكوتاكوت، داري الكوتاكوت هنايا البيار، كاينين البيار. وشكون اللي كيفتح البيار؟ واش غير الساكنة تما ولا أهل الخير كيفتحوا البيار؟ لا هو سميتو الدولة اللي دايرة البيار وحنا كنخلصوا ليهم الماء. دايرة هي البيار ديولها وحنا كنخلصوا ليهم الماء، دايرين لينا الماكن هما اللي حرقناها كنخلصوها. مزيان الحمد لله، هذا تطور سليم. الحمد لله مزيان الحمد لله. القضيه غير هاد الايامات شويه في الضياب تهلكنا شويه على حساب الماء، على حساب الماء ما كاين هاد الثلاث ايام هادي البعيد ما لقاو ما يشربوا، حنا ما لقينا ما نشربوا، تعذبنا الثلاث ايام شويه. نهار العيد بدا هاد الشيء من نهار العيد، وهذا يقتضي منا اننا نفكر الايام المقبله خصنا لابد نحرصوا على نديروا المزيد من الابار، نفسحوا كثير ديال البيار ونخلوا الاحتياطات اللازمه باش نبقاو دائما الماء متوفر بوفرة ان شاء الله تعالى. غير الله يجيب شي رحمه من عند الله سبحانه ونطلب الله تعالى ربي واحد الشبعه ديال الشتاء ديال الامطار الخير راه تعمر الابار وكاع البيار يعمروا ان شاء الله. ان شاء الله تعالى الداعمين الحاج دينا غير واحد الدعاء على الفلاحه مساكره معذبين اقليمه تعزا والتعاونيات لاصلاح الزراعه راه معذبين هذه الايامات شويه في الماء، نطلب الله تعالى الله يفاجئها علينا يا ربي. سي هشام نسولك انت تهتم إيه؟ بالفلاحه، الناس كيسولوا على عيد الاضحى، ما بقى لنا والو ان شاء الله تعالى لعيد الاضحى ان شاء الله تعالى. الكسيبه كي داير عندكم في المنطقه؟ كاين الكسيبه، كاين الحواله، كاين الناس كيفكروا انه غيبيعوا في عيد الاضحى؟ كاينين الناس دايرين الخرفانيه، دايرين الحواله، الناس كاين اللي دايرهم، كاين اللي ما قد عليهم، كل واحد هو، كاينين الناس دايرينهم بزاف ان شاء الله. كاينين الناس كيعلفوهم، وكاينين الناس بزاف كنعرفهم كيعلفوهم. يا ربي يا ربي الله يفرج على الجميع. امين ودع من حاجو وسمح لينا نطولوا عليك نطولوا على المستمعين. شكرا لك اخويا، شكرا لك للبرنامج. سلام على الحاجه ولا العائله، الله يجازيك بخير ودع من حاجو. بارك الله فيك، الله يعاونك ودع من حاجو. يا ربي يا رب، نسال الله سبحانه وتعالى في الدقائق المتبقيه من عمر البرنامج، نسال الله تعالى ان يرفع عن هذه الجائحه. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم، يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، وقلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت يا مولانا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا رب إن استجبنا لك على قدر استطاعتنا فاجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا وعن المسلمين أجمعين، وارفعه عن البشرية جمعاء، عن كل أبناء آدم وبنات حواء. دعوناك يا مولانا وتوسلنا إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وسألناك يا ربنا باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن ترفع عنا هذا البلاء في القريب العاجل، اللهم عاجلا غير آجل. اللهم يا رحمن يا رحيم،
واجعل بيننا تراحما، واجعل بيننا ألفة، واجعل بيننا تعاونا وتكافلا. اجعل القوي منا يأخذ بيد أخيه الضعيف، واجعل الغني منا يكرم ويجود على أخيه الفقير. اللهم يا رب ارزقنا من عندك رزقا واسعا، رزقا حلالا طيبا. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا تحت الأرض فأصعده، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا قريبا فمكننا منه، وإن كان رزقنا قليلا فكثره، وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، وباعد بيننا وبين الحرام، اجعل بيننا وبين الحرام حجابا مستورا، وتقبل منا يا مولانا صيام 6 أيام من شوال، وفقنا لصيامها عاجلا في القريب العاجل، نصومها أجمعين ونتقرب إليها ونتوسل بها إليك على أن تغفر لنا الذنوب وتستر عنا العيوب، وأن تشافينا وجميع مرضى المسلمين. اللهم شافي جميع عبادك المؤمنين، اللهم شافنا شفاء تاما لا نمرض بعده أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. اللهم آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.